الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب. اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم. ها نحن نلتقي على محبة ومودة محمد وآل محمد، وحلقة جديدة ومميزة بإذن الله تعالى من برنامج صباح كربلاء. صباحكم الله بألف خير وعافية. دعوني في البداية أرحب برفيقي في رحلة هذا اليوم، الأخ مالك. صباحكم الله بالخير مالك. صباحك الله بالخير والعافية والبركة، وشكرا هذه السلالة الجميلة التي نطقتها بحب محمد وآل محمد. الله يخليك. الله يسلمك. نعم مشاهدينا الأكارم، صباح التفاؤل والصباح حكاية رائعة ليتذوقها من يرسمها بابتسامة التفاؤل. صباح التفاؤل والأمل بالله والتوكل عليه، صباح الخير لمن صافح الجمال والصباح حبا، ولمن سلك طريق التفاؤل والرضا دربا. تشرق الشمس فتشرق قلوبنا بالخير والتفاؤل بأن القادم أجمل. صباحكم الله بالخير والعافية مشاهدينا الأكارم، ونحن نلتقيكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة إن شاء الله بفقراتها، وجميع ما نستعرضه في هذه الفقرة أكيد برفقة زميلي المبدع بسام. بسام انتقل وياك ونستعرض ونعرف أول فقرات حلقتنا من حضرتك. نعم، خبر الصباح أعزائنا المشاهدين من العتبة الحسينية المقدسة وما تقدمه من إنجازات خدمة لجانب التربية والتعليم، وهو إعادة تأهيل مدرسة الهاشمية وسط محافظة كربلاء المقدسة. نعم، الفقرة الثانية تغطية مهرجان عين الحياة الموسم الثاني في معرض بغداد الدولي. الأكياس الدهنية، الأسباب والعلاج، موضوع فقرة نقاش صحي لهذا اليوم. وأكيد الفقرة الأخيرة وضمن فقرات كل صباح من صباحات كربلاء هو جولة وسؤال التفاعل، كيف تتعامل مع من يخلف الوعد. نعم سادتي مشاهدينا، أكيد هذه كل فقرات حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم يعني طيب المشاهدة، وأتمنى تواصلني أنا. فقرات متنوعة وجميلة وأكيد لها فائدة كثيرة. نستهل كل صباح وأكيد وياكم بالذهاب إلى حرم سيدي وملائي الإمام الحسين عليه السلام للاستماع إلى دعاء يوم الثلاثاء، فتقبل الله مقدما. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر.
اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. حيث مرقدي سيد الشهداء عليه السلام. مشاهدينا الكرام، ما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بذكر الله سبحانه وتعالى، وما أجمل أن يكون هذا الذكر عند حرمه سيد الشهداء عليه السلام. لكن مشاهدين الكرام، هناك ذكر عملي آخر أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم به، وهو طلب الحلال الطيب. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فينبغي للإنسان أن يعجل باستحضار نية الخير والإخلاص في أداء عمله عندما يعلم بأن الله ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السلام مطلعون على نيته وعمله. وهذه انتقالة معكم أعزائنا المشاهدين، وهذا الفاصل الذي يظهر لنا نشاط بعض الناس في الصباح الباكر. كونوا معنا. الكل يشرق كالشمس بوجه النهار في صباح كربلاء، بحثا عن السعادة في مسارات الجمال. نعم سادتي مشاهدين الأكارم، متواصلين وياكم في هذا الصباح وفي هذه الحلقة، وأكيد اليوم في عندنا في خبر الصباح مثل ما عرجنا مسبقا بموضوع الحلقات. اليوم العتبة الحسينية المقدسة تعيد تأهيل مدرسة الهاشمية وسط كربلاء. طبعا أكمل قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة إنجاز عملية صبغ خرساني لساحة هذه المدرسة اللي هي أحد المدارس الحكومية بمحافظة كربلاء المقدسة. طبعا هذا كله لأجل توفير يعني أجواء مناسبة وأجواء يعني ملائمة للطلاب أثناء دراستهم خلال فترة الدراسة المعروفة يعني خلال هالسنة.
طبعا حيث ذكر رئيس قسم الصيانة في العتبة الحسينية المهندس عبد الحسن مظلوم أن الملاكات الهندسية والفنية أنجزت اليوم الصب الخرساني لساحة وسطية في مدرسة الهاشمية الابتدائية للبنين اللي تبلغ مساحتها 750 مترا مربعا وسط المحافظة، حيث كانت المدرسة وطلبتها يعانون من تكسرات بسط هذا الصب الخرساني أو الساحة. طبعا الحملة اللي تأتي، طبعا هذه تأهيل هذه المدرسة تأتي ضمن حملة وضمن سلسلة حملات تنفذها ملاكات القسم قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، والتزاما بتوجيهات المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام توفيقاته لصيانة المدارس في محافظة كربلاء المقدسة. مبين يعني بين لنا بأنه الحملة ستستمر خلال هذه يعني الأشهر أو الأيام المقبلة لمدارس أخرى، حيث تعمل هذه الملاكات بعد انتهاء الدوام الرسمي في المدارس وأيام العطل الرسمية بالاتفاق مع دراسة المدارس بغية عدم تأثير على الطلاب أثناء الفترة الدراسية. جميل يا بسام، عندما شاهد دائما العتبات المقدسية تكون رافد قوي ورافد خير بإسناد الجهات الحكومية، وخاصة في محافظة كربلاء عندها عدة مشاريع ترفد هذه المشاريع الحكومية لأجل خدمة الناس. نعم مالك، نرى اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بمختلف المجالات، يعني شغلها ما يقتصر فقط على الجانب الديني وخدمة الزوار، لكن يتعدى ذلك إلى خدمة المواطنين حتى ممن لم يأتي لزيارة العتبة الحسينية المقدسة، ولا يقتصر عملهم في محافظة كربلاء وإنما يتعدى إلى غيره من المحافظات. يعني أتذكر قبل سنة رحت البصرة، شفت سيارات العتبة الحسينية المقدسة مستمرة بتوزيع الماء الصالح للشرب على سكان محافظة البصرة وغيرها من المشاريع الموجودة على طول محافظات العراق. ولا فد ملاحظة مات مالك، مي خدمة العتبة ما تشمل طائفة معينة، يعني ما تشمل شيعة أمير المؤمنين عليهم السلام، نرى مشاريع للعتبة الحسينية المقدسة في محافظات أخرى. نعم يا بسام، هذا ما تضمن خبر الصباح بيعني مجهود العتبة الحسينية وملكاتها. أتمنى بأن تدوم هذه النعمة وأن تدوم هذه الإمكانات لأجل خدمة المجتمع العراقي. فاصل ونواصل الحديث أكثر. لازم باختيار النوعية الجيدة، يعني مثلا باقي لو دهن ما تعتبر أكل صحي في بداية الصباح الباكر. يعني من خلال مشاهداتي مثلا لأخصائي التغذية يقول إنه يجب أن تبدأ مثلا بدهون صحية، خضرة، فلا الشعب العراقي يبديها بدهن حور وخبز وباكر، نعم، وكاهو قيمار وهاي الأمور. نعم، فيعني هي هاي الأمور زينة إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى جولة ميدانية من العاصمة الحبيبة بغداد ومهرجان عين الحياة في معرض بغداد. بكم في مركز الترجمة والتواصل الثقافي التابع إلى قسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية المقدسة. جناح مركز الترجمة والتواصل الثقافي في معرض بغداد الدولي، يعنى هذا المركز بترجمة الكتب الشيعية إلى اللغات الأخرى. طبعا المركز، نتاجات المركز هي هذه الكتب المترجمة إلى اللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية والألمانية والكجراتية واللغة التركية والروسية والفرنسية واللغة الكردية كذلك، بالإضافة إلى تأليف وتوزيع الكتيبات باللغة العربية. هذه 10 إصدارات تعنى بما يتعلق بالشباب والأسرة والكتابات القرآنية. هذه الكتيبات نوزعها هدايا إلى الوافدين ب4 طرق. الطريقة الأولى فقرة اقرأ كتابك وخذه مجانا، يجون هنا الضيوف يقرؤون الكتاب لمدة 2 أو 3 دقائق، يصفحون الكتاب، إذا كان الكتاب مناسب بالنسبة لهم فيأخذوه مجانا هدية. تهتم دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بتحويل جميع الإصدارات المتكونة من بحوث وأفكار باحثين إلى كتب
ونشرها داخل مجلات، حيث تملك دائرة البحوث والدراسات مجلتين محكمة تحتويان على رقم معياري، من ضمنها مجلة الذكوات ومجلة القبة البيضاء. يكون في داخلها عدة رسالات وطاريح، وتحويل بعض الأفكار منها إلى كتب، من ضمنها الهاشميات، كتاب الهاشميات، وفي الشعر الأندلسي كتاب مراثي الحسين. تصدر دائرة البحوث والدراسات جريدة محكمة، جريدة فصلية تهتم بعمل الديوان، وتنشر لجميع الوزارات. مركز والقائم للخط العربي والزخرفة الإسلامية في دار القرآن الكريم التابع للعتبة الحسينية المقدسة، أسس هذا المركز في سنة 2021. المركز ما زال حديث. اهتمام هذا المركز هو إعادة إحياء تراث الخط العربي الإسلامي. هذا المركز قام بالمشاركة في مهرجان عين الحياة بهذا البوث، ونقوم بعرض الكثير من الأعمال للخطاطين المعروفين، إضافة والذي يتضمن المكتبة الصورية والمعرض الرقمي. المكتبة الصورية هو القسم الخاص بالصور بدقة عالية للمناسبات الدينية والزيارات المليونية، بالإضافة إلى النقوش والزخارف في العتبة الحسينية المقدسة وباقي العتبات والمراقد المقدسة. مستشفى أمير المؤمنين عليه السلام التخصصي تم إنجاز بأمر من سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، تم إنجاز مستشفى أمير المؤمنين في عام 1437 هجرياً لمساهمة في توفير الرعاية الصحية لمرضانا الكرام. تضم المستشفى قسم لطب وجراحة العيون مزود بأجهزة حديثة ومن مناشي عالمية، وبوجود كادر طبي وصحي كفؤين. كذلك تضم 6 صالات للعمليات الجراحية وصالة للعمليات التصحيحية ومجموعة من الاستشاريات الطبية في قسم طب وجراحة العيون، وكذلك الاستشاريات الطبية في الأقسام الأخرى. نعم مشاهدين الأكارم، بعدما شاهدنا معاكم هذا التقرير الخاص بمهرجان عين الحياة، وهو خاص بذكرى الولادة المنقذ البشرية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف للموسم الثاني، طبعا تحتضن محافظة بغداد هذا المهرجان. هذا المهرجان بهذه العام كان بتطور كبير في معرض بغداد الدولي، يضم عدة يعني أعتقد كل العتبات المقدسة مشاركة في هذا المهرجان، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات ثقافية دينية شاركت بالمهرجان. أعتقد طلعت على يعني مجموعة المشاركات، كيف كانت برأيك المشاهدات اللي نعم مالك والمشاركات؟ قليل بالنسبة لخبر تأهيل المدرسة، قلنا بأنه العتبات ما مهتمة يعني فقط بالجانب الديني، أحسنت، بل تتنوع بالمشاريع تعم جميع مرافق الحياة. نرى اهتمامها في المجال التعليم، التربية والتعليم العالي، ومجال التربية بالنسبة للمدارس الابتدائية، مستشفيات، وبمختلف الاختصاصات. نرى أن العتبات تضع بصمة جيدة في العراق، وتضع للشعب العراقي هوية جيدة ممكن أن يفتخر بها أمام بقية العالم. أكيد بسام، طبعا وكذلك نحب ننوه بأنه المشاركات كانت لا تقتصر على المشاركات الدينية، وإنما المشاركات الثقافية، المشاركات الإنتاج، يعني كأنما هو معرض مصغر لإبراز أبرز الإنجازات أو النشاطات التي يعني تعتبر من إنجازات هذه العتبات أو المؤسسات اللي مشاركة ويانا. طبعا بسام هسه نذهب أنا وياك وأكيد مشاهدينا ويانا لاستوديوهاتنا في مجموعة قنوات كربلاء الفضائية استوديو 313 مع الزميل علاء السلامي، لنطلع على مستجدات وآخر الأخبار. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء.
قسم تطوير الموارد البشرية التابع للعتبة الحسينية المقدسة وبحضور الأمين العام الحاج حسن رشيد العبايتي ينظم الحفل المركزي النسوي السابع لتخرج طالبات الجامعات في مشهد يترجم للعالم اعتزاز الطالبة العراقية بهويتها وأصالتها بعيدا عن الثقافات الدخيلة التي اخترقت المجتمع. كلية الصيدلة في جامعة الزهراء عليها السلام للبنات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول للبحوث الصيدلانية. المؤتمر ناقش أهمية تطوير الأساتذة والطلبة في هذا المجال من خلال التعريف بآخر التطورات في المنتجات الدوائية. وزارة الموارد المائية تفتتح المرحلة الأولى من مشروع كورنيش الحلة في محافظة بابل، وفيما تبلغ مسافة هذه المرحلة 3 كيلومترات، أوضح معنيون أن المرحلة الثانية تمت المباشرة بها، مشيرين إلى أهمية المشروع في دعم الاقتصاد السياحي للمدينة وإظهار جماليتها لما تحمله من إرث حضاري وتاريخي. وزارة الصحة العراقية تفتتح مركزا للأورام السرطانية في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين. المركز الذي يعد قفزة نوعية ومتميزة في مجال علاج أمراض السرطان بما يضمه من أجهزة متطورة وكوادر متخصصة. وأخيرا الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية أحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية تفتتح أول مركز تسويقي لها في محافظة نينوى. معنيون بيّنوا أن الأسعار في هذا المركز ستكون تنافسية ما سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين ودوائر الدولة. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. على موجز الأخبار أعزائنا المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى فقرة نقاش صحي، وموضوع هذا اليوم سيكون الأكياس الدهنية في العين، الأسباب والعلاج، وسيكون في ضيافتنا في هذا اليوم الدكتور المتخصص أصيل سعد النصراوي. حياكم الله دكتور، وأسعد الله صباحكم بكل خير. دكتور، نتواصل وياك إن شاء الله بعد أن نشوف هذا التقرير عن مرض الأكياس الدهنية في العين. الأكياس الدهنية في العين المعروفة أيضا باسم الميليا هي تراكمات صغيرة من الدهون تظهر عادة في منطقة حول العين. تتكون هذه الأكياس نتيجة انسداد الغدد الدهنية في الجلد، مما يؤدي إلى تراكمات الدهون والخلايا الجلدية الميتة وظهور بقع صغيرة بيضاء أو صفراء اللون. تعتبر الأكياس الدهنية في العين حالة شائعة وغير خطيرة، وعادة ما تكون غير مؤلمة ولا تسبب مشاكل صحية خطيرة، ومع ذلك يمكن أن تكون مزعجة من الناحية الجمالية وتسبب عدم الراحة للشخص المصاب. تظهر الأكياس الدهنية في العين عادة كنتوءات صغيرة ودائرية تحت الجلد، وتكون لينة وغير مؤلمة عند اللمس. قد تزداد الأكياس الدهنية في العين بسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ونقص التغذية وعوامل وراثية. لا تحتاج الأكياس الدهنية في العين عادة لعلاج خاص، ولكن يمكن إزالتها لأسباب تجميلية إذ كانت مزعجة للشخص. يمكن للأطباء إجراء إجراءات بسيطة لإزالة الأكياس الدهنية، مثل القيام بالقرصنة بواسطة إبرة أو إجراء عملية جراحية صغيرة. بشكل عام تعتبر الأكياس الدهنية في العين حالة شائعة وغير خطيرة، ويمكن التعامل معها بكفاءة من خلال الرعاية الذاتية أو زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب إذا كانت مزعجة أو تسبب الاحتقان. نعم مشاهدين الأكارم، متواصلين ياكم في حلقة صباح كربلاء، وشكرا جزيلا لزميلنا كرار عفوا الحمداني اللي زودنا بهذا التقرير، وأكيد متواصلين ياكم في فقرة نقاش صحي، وضيفنا اليوم لهذه الفقرة الدكتور أصيل النصراوي اختصاصي جراحة وعيون. مرة أخرى صباحك الله بالخير والعافية، وشرفتنا في صباح كربلاء. بادئا دكتور، نبدأ، ما هي الأسباب أو الأمور اللي تسبب لنا ظهور أكياس ذهنية في العين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حب أوجه شكري لقناة كربلاء الفضائية ولحضراتكم والسادة المشاهدين.
حقيقة احنا لازم نعرف انه شنو هو الكيس الدهني او شنو اسبابه. اكو غدد موجودة بالاجفان اللي بالعين تسمى الغدد مايبوبيان، هذه مرات تصير بها التهاب نتيجة التهاب بكتيري معين فتسبب الى تجمع مادة خراجية فيتكون انتفاخ بالجفن، فاللي نسميه احنا بالمصطلح الطبي او العامي الكيس الدهني. فعادة الأسباب مالتها هي أكثر شيء سببه التهاب موجود لهذه الغدد الدهنية، تتجمع البكتيريا بداخلها فتبدي تفرز إفرازاتها الداخلية ويتكون هذا الكيس. طيب عفوا دكتور، أكو عوامل وراثية تأثر على تكون الأكياس الدهنية؟ عادة يعني علميا ما ثبت أنه أكو عامل وراثي، بس عند العالم كمصطلح متعارف أنه يقول لك أنه بخويا صار، ممكن أن يصير بي، بابني صار، بسبب الأب صار، بس كعلميا ما يعني هي مو عدوى؟ لا مو عدوى، أي سبب وراثي ماكو. طيب إذا هي مو عدوى فاحتمال البيئة هي مؤثرة، يعني الجاو أو البيئة اللي عايش بيها احتمال هم تكون هي أسباب مؤثرة مباشرة لظهور هذه الأكياس؟ أكيد طبعا، يعني البيئة المؤثرة أنه ممكن الجو الحار، ممكن البشرة الدهنية عند الإنسان، ممكن طريقة التعامل، النظافة الشخصية، هاي واحدة من الأسباب اللي العديدة اللي تسبب ظهور الأكياس الدهنية بالعين. دكتور شلون نفرق بين الكيس الدهني والورم الليفي اللي يكون بالعين؟ أول شيء على مود نفرق بيناتهم هو مكان تكون الكيس الدهني او الورم الليفي. عاده الكيس الدهني يكون في قاعده بصيله الشعر للرمش الموجوده بالعين، اما الورم الليفي فيكون لا ابعد شويه الى داخل العين، بالاضافه الى انه ممكن اذا كان في حاله البدايه الالتهاب البسيط راح يسوي احمرار وراح يسبب الم بالعين، اما الورم الليفي لا، عاده قليل انه يكون بنسبه الم موجود. طيب دائما نشوف يعني اكو علاجات تقليديه لموضوع الاكياس الدهنيه واكو جراحات متقدمه بهذا الموضوع، كيف ممكن نتعرف على هذا الموضوع وما هي الخطوات لاجل هذا الموضوع؟ يعني عاده احنا على مود نميز كبدايه، الكيس الدهني يبدي عاده في الم بسيط بالجفن مالت العين، ويجي مرات المواطن يشكي يقول احس ثقل بالعين مالتي، بعدين وراه يبدي مرحله التورم، يبدي الجفن يصير شويه تورم، بعدين يتجمع الى شكل خراجه صغيره موجوده بالدنبل. فعلى مود نتعامل وياها كعلاجات تقليديه يفضل انه كمرحله اولانيه نستخدم كمادات بخار المي. فائده كمادات البخار المي انه تخفف من التورم، تخفف من الاحتقان اللي صاير وتجمع الماده اللزجه اللي موجوده بداخل الكيس، وشويه تخفف من الالم. اما بقيه التفاصيل الاخرى فيحتاج انه يراجع طبيب عيون متخصص في سبيل انه ينطي العلاجات البسيطه في سبيل على مده يتخلص من هاي الحاله. كيف هاي الكمادات تستخدم يعني؟ احنا عاده انا اوصي مراجعين، انا عاده اوصي مراجعين يجون انه اقول لهم قوري او الكتله مال الماي الحار، فوروا من يبدي يصعد البخار، فتفوطه نظيفه او خاولي نظيف او تشفيه نظيفه، ارفع القبض اخليها ياخذ حراره ورطوبه البخار لدرجه معينه وابدي اخليه على المكان مال الكيس الدهني، هذا يساعد انه المادة اللي موجودة بداخل الكيس الدهني تذوب شوية، تكون ما تكون متصلبة ويخفف من التورم والألم ويبدأ الجسم يمتصه، بالإضافة إلى استخدام العلاج بعد ما يوصف لها الطبيب. عفوا دكتور، أكو فد أمور ممكن الإنسان يتجنب بها هذا المرض؟ أكيد، هي أول شيء السبب ليش دا يصير لنا عادة سبب الفرك العين المستمر، عادة الإيد تكون مو نظيفة فتدخل هاي الميكروبات إلى داخل الأجفان إلى داخل الغدد الدهنية الموجودة وتسبب هاي الالتهابات. فالنسبة الأساسية والأولانية هي لازم النظافة الشخصية والابتعاد عن الأمور الأخرى، هي الأتربة، الغبار، عادة عند النساء استخدام المكياج أو الميك اب اللي عادة يكون مثلا نوعية سيئة أو رديئة أو تتركه لفترة طويلة بداخل العين يسبب عندها هاي الحالة. طبعا دكتور، موضوع الجراحة دائما نشوف أو نسمع جماعة يقولون لا سوى هذا الكيس يرجع لك أول وتالي، أكو هذا شو موضوع؟ لا، هل سبب الجراحة يعني خطر على حياة الإنسان؟ هذا مفهوم خاطئ يصير عند المراجعين، إنه أقول لك لا أنا شلته ورجع مرة ثانية. هو عادة الكيس الدهني ما يرجع نفسه، يرجع الكيس اللي بصفه، لأنه قلنا كل بصيلة شعر موجودة جواها كيس مادة الغدة المايبوبيان اللي تفرز الدهن وهي الدمع في سبيل ترطب العين، فهذه تلتهب. فمن بالجراحة إنه نتخلص من هذا الكيس، ممكن اللي بصفه يرجع يلتهب ورا فترة، ممكن بالجفن الفوق، ممكن بالجفن الجوة، ممكن بالعين الأخرى وهكذا. فالمفهوم الخاطئ أنه لا سويت عملية ورجع لي مرة ثانية. دكتور، بالثقافة الشعبية اللي يسموه جنيجل، الجنيجل نعم، هي نفسها تقريبا. أي نعم.
طيب بالنسبه للاطفال ممكن يصابون بهذا المرض؟ اي نعم موجود، ممكن الاطفال يصير عندهم هذا. هذه بعد تبقى مسؤوليه الاهل انه يحاولون وياه، وممكن بالعلاجات اللي هي المرهم الطبي اللي نوصفه للعين وطريقه الاستخدام مالته، ويوصل مرحله انه لا خلص انه الكيس الدهني ما ممكن نزيله، نتوجه الى الجراحه. بس عاده يعني الغالبيه العظمى من حالات الكيس الدهني انه هو يختفي من وحده، ياخذ له مده 5 أيام الى اسبوع ممكن اكثر او اقل، ويختفي تماما بدون احتياج الى تدخل سواء جراحي او طبي. طبعا دكتورنا شكرا جزيلا لهذه المعلومات، ولكن يعني الوقت ما يسمح بانه نسترسل وياك بالكلام، وكلام جميل معك كان. ما هي النصيحه اللي تقدمها اخيره للمشاهدين واللي يشاهدونا واكيد يتابعونا بعد انتهاء الحلقه؟ يعني يحاولون جهد الامكان، انه الموضوع جدا بسيط، النظافة الشخصية، غسل اليدين، ابتعاد عن الأتربة، ابتعاد عن الحرارة. وأيضا في حالة أنه لا يحاول أنه يكون هو طبيب نفسه يبدي يستخدم أدوية خاطئة تزيد الحالة أو الصعب، هالموضوع جدا بسيط ما يحتاج القلق، ويمكن يراجع أي مؤسسة صحية موجود بها طبيب يمكن ينطي علاج ويخلص من عندها. الدكتور الصيد النصراوي طب جراحة وعيون، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شرفنا دكتور الأستاذ، الشرف. نعم مشاهدينا الكرام، متواصلين إياكم في حلقة صباح كربلاء، وكذلك نذهب معكم إلى شيء جميل أعددوه لنا الأخوة في انكلترا فنشاهده ولنا وقفة أخرى. حياكم الله مجددا أعزائنا المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى جولة ميدانية لتغطية فعاليات مهرجان الحسين الصغير. هذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات التي تقوم برعايتها العتبة الحسينية المقدسة، وبإشراف مباشر من المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. مشاهدين الكرام، هذا المهرجان لا يعد فقط مهرجان لتسلية الأطفال، إنما هو منهج ثقافي وتربوي لتعزيز القيم الأخلاقية والقيم الدينية والقيم الإنسانية. نعم، وكذلك تعزيز، عفوا، كما قلنا القيم الإنسانية التي كان يتبجح بها الغير لكنها عندنا أصيلة ومتأصلة. عفوا المراسل أنمار الفضلي. أنمار الفضلي، صباح الخير أنمار. صباح الخير أنمار. صباح الخير عليكم زملائي في استوديو برنامج صباح كربلاء، صباح الخير عليكم. أنمار، حدثنا عن ما يقوم به المشرفون على هذا المهرجان في هذا اليوم وفي اليوم السابق، وما هي الفعاليات التي تقام الآن في هذا المهرجان؟ نعم، يعني مهرجان الحسين الصغير الدولي لمسرح الطفل بنسخته 8 اللي تقيم الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يحمل الكثير من الأهداف السامية اللي تقدم خدمة إلى الأطفال بعيدا عن خاصة يعني مواقع التواصل الاجتماعي أو الثورة التكنولوجية اللي أضرت بالأطفال كثيرا أكثر من ما نفعتهم. مسرح الطفل يحاول أن يصل رسالة إلى الأطفال بأهداف كبيرة من خلال العروض التي تقدم من مختلف الدول اللي شاركت في هذا المهرجان. كان هناك عرض لبعض الدول من إيران ومن مصر وأيضا من تونس، والكثير من العروض شاركت في هذا المهرجان، إضافة إلى العروض العراقية من قبل فرق مسرحية تقدم مسرح الطفل بصورة جميلة وبصورة تحمل من الأهداف الكثيرة. يعني اليوم سيكون هناك عروض إلى تونس، أخواننا الأشقاء من تونس، يسرنا أن نلتقي بالأستاذ والفنان فاتح الذهبي من تونس. أهلا وسهلا بك أستاذ، وضيف عزيز في قناة كربلاء الفضائية وفي بلدك الثاني العراق ومدينتك مدينة كربلاء المقدسة. اليوم أنت ضيف وأيضا ستقدم عرض مسرحي، طبيعة هذا العرض وكيف شاهدت أيضا مهرجان الحسين الصغير من خلال العروض اللي قدمت خلال الأيام الماضية؟
صباح الخير مرة الأولى. يعني أنا سعيد جدا أن يكون في كربلاء. كربلاء حتى طقسها جميل يعني وكأنها ترحب بنا، وإحنا فرحانين أن نكون موجودين في كربلاء وفي هالمهرجان يعني اللي أصبح عنده سمعة وإشعاع دولي عربي بالأساس، يعني سمعته بدأت يكتسب في سمعة جيدة، وهذا مهم أن يكون شرف لنا أن نكون مشاركين فيها التظاهرة الثقافية للطفل خاصة. فرحانين أن نكون موجودين اليوم، نقدم عرض مسرحي اسمه كيف كيف للمخرجة حبيبة جندوبي اللي تعتذر عن عدم الحضور. يعني احنا نحاول أن نقدم مقترح جمالي مختلف إن شاء الله، وإن شاء الله ينال استحسان. طبيعة يعني هذا العمل، الرسالة اللي حب يوصلها للأطفال؟ طبيعة العمل هو عمل الممثل الواحد، يعني هي ممثلة على الركح مع مجموعة من العرائس، يعني التفاعل، يعني التحريك البسيط والمكشوف، يعني تحريك العرائس المكشوف، يعني هذا مقترح جمالي يطمح أن نوصله. يعني هدف المسرحية هو التسامح والاختلاف، يعني قيمة الإنسان في اختلافه وفي تسامحه مع الاختلاف، يعني يعني نجم نختلفه ولكن في نفس الوقت نعيشه مع بعضنا باختلافنا، والاختلاف لا ينقص الود قضية هكا. يعني اليوم العروض اللي قدمت من خلال أيام المهرجان، جميع هذه الرسائل وجميع هذه العروض هي تهدف إلى بناء شخصية الأطفال، بناء صحيح سليم يتقبل الآخر، يتعايش سلميا، إذا تجمعوا قوة تكون لديهم. هذه الرسائل هل برأيك راح تبقى راسخة في ذهن الأطفال؟ ممكن أنه من خلال هذه العروض ومن خلال هذه المهرجانات أن ننمي الأطفال وفق صورة جميلة ومشرقة؟ أكيد أكيد، العمل المسرحي مهما كان ديما عنده طابع وتأثيره على المتقبل وخاصة الطفل. يعني الطفل على ما تربيه كما تربيه هو باش يكبر على التربية اللي ربيته عليها. الأعمال الفنية مهمة في شخصية الشخص، في شخصية الطفل، أي في ظل هالموجة متاع الانترنت وهالقضية التواصل يعني مهم أن نخلق هالتظاهرات الثقافية اللي تنمي خيال الطفل ويعني تكون له شخصيته. أصعب مسرح هو مسرح الطفل، لأن أنت تتعامل مع أطفال، انه شلون توصل لهم الفكره، شلون توصل لهم الهدف من القيمه الفنيه اللي تريد تقدمها الى الاطفال. ممكن يكون هو اصعب فن هو مسرح الطفل. اكيد اكيد، يعني مسرح الطفل يعني مسرح صعب التعامل مع الطفل وسهل في نفس الوقت، لان لا تتعامل مع الطفل على انه طفل، انه مشروع، أنه مشروع إنسان. عم زميلنا أنمار، وهذا الصعوبية في تكمل زميلنا أنمار، كيف تتعامل مع الطفل كمشروع إنسان. نعم زميلنا، شكرا جزيلا. نعم زملائي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. وإذا كنت ترفدنا في يعني فد معلومة بسيطة إذا كنت تمتلكها، يعني موضوع الجوائز، هل هناك جوائز ستقدم للفائزين أو المشاركين أو أي الحاضرين إذا كنت تعرف؟ نعم مثل ما تعرف. نعم بالنسبة لموضوع الجوائز، هو ستقدم في نهاية الحفل، في حفل الختام لمهرجان الحسين الصغير. هناك لجنة تحكيم من ممثلين أكفاء، سيتم فرز أفضل عمل، أفضل ممثل، أفضل مخرج، أفضل سيناريو. أكيد جميع العروض، عندما تختم جميع العروض هناك ستكون تقييم 100% وتقديم الجوائز إلى المشاركين وإلى الوفود اللي شاركت، وأفضل عمل وأفضل ممثل. إن شاء الله في حفل الختام ستقدم هذه الجوائز. شكرا للزميل أنمار الفضلي على ما تفضلت به من معلومات حول فعاليات مهرجان الحسين الصغير لهذا اليوم. شكرا جزيلا.
عم يعني بسام عفوا يعني شو راح بالي يم المرضى ليت حقيقة الموضوع شيق، موضوع يشدك تنتبه بأنه ما شاهد هذه المواهب اللي شارك بمجموعة يعني أعمال فنية جميلة، وشوف محافظة كربلاء المقدسة تكون لها خصوصية بهذا الموضوع، والحمد لله للموسم الثامن أن شاهد هذه الفعاليات مستمرة وكلها بدعم العتبة الحسينية المقدسة. ونرجع نقول مثل ما نوهت أنت، الحمد لله اليوم العتبة الحسينية المقدسة فاتحة كل المجالات بموضوع الدعم الشباب، دعم الفتية، دعم الكبار في جميع المجالات. نعم أعزائنا المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى مسك الختام في هذه الحلقة وجولة التفاعل مع الزميل ماجد الأسدي، وموضوع الجولة لهذا اليوم هو كيف تتعامل مع من يخلف الوعد. صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، نبدأكم يوم جديد وجولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. قالت العرب قديما: الوعد أثقل من القسم، وقيل: وعد بلا وفاء عداوة بلا سبب. فكيف تتعاملون مع من يخلف الوعد؟ خليكم أنا أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. الله يسلمك ويحفظك، الله يخليك. شلون نتعامل مع من يخلف الوعد؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حقيقة الالتزام بالعهد هو من أهم مميزات الإنسان التي يجب أن يلتزم بها، وهو يعني يعبر عن شخصية الإنسان، والذي قد يترتب عليه يعني التزامات كثيرة مع أشخاص قد يكونون يعني ملتزمين أو بنوا على أساس هذا العهد اللي ممكن أنه نتقدم به لهم. وحقيقة حتى كانت أكو روايات عن النبي عليه وعلى الصلاة والسلام في شخص كان على موعد معه، وهذا الشخص خلف الموعد مع الرسول عليه وعلى الصلاة والسلام، وبعد يومين أو ثلاثة أيام التقى الرسول الأكرم مع هذا الشخص وعاتبه، قال له: أنا أنتظرك في هذا المكان منذ كذا يوم. لذلك يجب الالتزام بالعهود، إلا في حالات أنه قد يكون الإنسان معذور في عدم الالتزام بالعهد، يجب أن نلتزم، نلتمس العذر لمن لا يستطيع الالتزام. فيما عدا ذلك الالتزام بالعهد يعتبر من الأمور المحبذة والمهمة والتي أكد عليها الإسلام. صباح الخير. صباح الخير والبركة. إن شاء الله بخير. وإياكم إن شاء الله بكل خير. شلون تتعامل مع من يخلف الوعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة بالبداية الوفاء بالعهد والوعد ثقافة قرآنية، وبدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولكن لكي أصحح خطأ لا ينبغي الدخول في خطأ آخر، وعليه نعالج هذا الخطأ أيضا بثقافة قرآنية استنادا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن ثلاث أسس لعلاج أي مشكلة في المجتمع، إن كانت القرآن الكريم بلا شك يبينها فعلينا أن نعالجها استناداً إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة لرسول الله محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما زالت جولتنا الصباحية منستمرة وياكم، نلتقي بأحد المشاركين. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. أنا دكتور مهدي عبد الخضر، عميد كلية التقنيات الطبية والصحية جامعة أهلي. أهلا وسهلا بك دكتور، الله يحفظك. دكتور، شلون تتعامل مع من يخلف الوعد؟ حقيقة أكو أمور كثيرة بالحياة قد تكون
الأمور الاستراتيجية ذات أهمية، هذه الخلاف بها يعرض الإنسان إلى مشاكل كثيرة، منها الالتزامات الوظيفية، الالتزامات المالية، الالتزامات الأخلاقية الاجتماعية، هذه لا يمكن تأجيلها بأي شكل من الأشكال، لأنه يبني أمور استراتيجية وأكو أمور طارئة أحياناً الشخص أو ظروف طارئة ما يقدر يحدد الوقت المناسب أو الوعد المناسب في اتخاذ الإجراء المناسب للطرف الآخر. حقيقة احنا نلاحظ أنه الحياة ذات شمولية عالية جداً، ونشوف بأنه الأشياء الاستراتيجية اللي تكلمنا عنها هذه تخلق شخصية حضور بمواعيدها المحددة والتايم فاكتور بها والوقت عامل الوقت مهم بها، ولذلك تنفيذ أعمال معينة مهمة بالوقت المناسب تخلق استراتيجية للشخص المناسب وتؤكد أنه يتمتع بريسبون بمسؤولية كبيرة والتزام كبيرة واعتماد كبير. فالشخص اللي يخرج عن هذه الالتزامات يعتبر شخص غير استراتيجي بمواعيد. إن لم تكن قادرا على الوفاء فلا تنطق كلمة وعد. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وهذه هي عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. نعم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لمراسلنا وزميلنا ماجد الأسدي على هذه الآراء اللي استطلعها من قبل بعض المشاركين، شكرا لهم. وكذلك نشكر الأخوة المعلقين على صفحتنا في الفيسبوك، صفحة قناة كربلاء الفضائية، كل من نور أحمد ومعلي وكذلك طارق محمد ونسمات الخير وعبد الزهرة، شكرا جزيلا لكم أحبتنا مشاهدينا الأكارم على المتابعة في هذه الحلقة. أتمنى تتابعوها على موقع اليوتيوب تسجيل، وكذلك لا تنسوا التفاعل في سؤال التفاعل اليوم غد إن شاء الله اللي راح ينزل على صفحة قناة كربلاء في الفيسبوك. شكرا جزيلا لرفيقي في هذه الحلقة بسام، شكرا لك، حياك الله، وأتمنى لك إن شاء الله لقاءات أخرى معنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الأكارم وشكرا لكادر العمل، ألتقيكم في حلقات قادمة، أترككم في أمان الله وحفظه.